Honorable ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you أن أرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع الوزاري الأول حول التحضر والتغير المناخي الذي تنظمه رئاسة المؤتمر كوب 27، ونتحدث عن الصمود المستدام للأجيال القادمة. لقد تم إطلاق المبادرة الخاصة بالأمم المتحدة حول المستعمرات البشرية، وتم تسهيلها من خلال الحكومات وهيئة ICLI. وفي البداية أود أن أشكر وأهنئ الأمم المتحدة وبرنامج التوطين البشري من خلال رئاسته السيدة ميمونة شريف والسكرتيرة العامة للأمم المتحدة على الجهود التي قاموا بها حتى هذه اللحظة ورئاسة المبادرة، وكذلك الجهود التي تم بذلها. هذا الاجتماع الوزاري الذي يعتمد على الطلب الذي قدمته الدول الأعضاء خلال الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي للأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة هابيتات، يعتبر ملتزما بالرغبة الدولية لتنفيذ الأهداف التي تعتبر هي نفس أهداف كوب 27. أيضا هذا الاجتماع يأتي كاستجابة لنتائج كوب 26 التي تلقي الضوء على التباطؤ الذي حدث في تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم الوصول إليها في سياق التنفيذ. التركيز هنا غير مسبوق على قضية توطين التغير المناخي والمناطق الحضرية وتحقيق نوع من الإتاحة. وكما لاحظنا عبر الأيام الماضية، ما تم التخطيط له ليس كافي، ونحن في حاجة ماسة للإسراع بالأهداف والالتزامات التي وصلنا إليها حتى الآن، وتطوير شراكات جديدة للإسراع بهذا العمل. وكما تابعنا عبر الأيام القليلة الماضية، كان هناك تركيز على المعايير الخاصة بالخسارة والضرر الناتج عن التغير المناخي، بالإضافة إلى ما كنا نكافح من أجله وهو الوصول للتكيف، ليس فقط التخفيف، ولكن هذا كله مرتبط بمحاولتنا. ونحن كوزارة الإسكان والمرافق في مصر، ونيابة عن زميلي الدكتور عاصم، لدينا تفهم كبير حول التحديات التي تحيط بالقارة فيما يتعلق بالتغير المناخي والتي تواجهها أفريقيا، وكذلك فهمنا للحاجة لأن يكون هناك مشاركة للجهود الخاصة بكل أصحاب المصلحة في الجنوب العالمي. هنا يجب أن يكون هناك شراكات بناء بين المؤسسات الخاصة بالمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي نصب إليها. حضرات السادة والسيدات، ونحن نتقدم في هذا الاجتماع، اسمحوا لي أيضا أن أكرر الرسالة التي دائما تستخدمها الحكومة المصرية، وهي أن كوب 27 يجب أن يكون حول التنفيذ، وهذا ما لاحظناه عبر الأسابيع الماضية. وأيضا هناك النتائج الخاصة بهذا الاجتماع: أولا، أن يكون هناك عمل متعدد الأطراف حول التغير المناخي، أن يكون هناك حوار وزاري حول الموضوع. ثالثا، الدعوة لأن يكون هناك مبادرات لها هدف التنفيذ. واليوم الجلسة سوف تركز على حالة المدن والسياسات والتمويل والوصول إلى المستوى المحلي، وأيضا نركز على خلق الصمود لمعالجة القضايا الخاصة بالإسكان والبناء والطاقة الحضرية والانتقال والمياه. وندعوكم جميعا ونشجعكم على أن تأخذوا في الاعتبار دعم الحكومات والمشاركات الخاصة بالوزراء الإسكان والتنمية المحلية، وكذلك لتحقيق أهدافنا المشتركة. وشكرا جزيلا. Thank you, Minister Mashat. شكرا معالي الوزير المشاط. نبدأ الجلسة ونناقش أهمية التعامل مع قضية المناخ، والمتحدث التالي هو السيدة ميمونة الشريف، وهي نائبة السكرتير العام ومديرة هيئة هابيتات. السيدة ميمونة، شكرا جزيلا سيدتي مديرة الجلسة، السادة أعضاء الوفود الموقرين، عدد السكان العالمي اجتاز رقم 8 مليار، وأيضا هذا يعني أن المناطق الحضرية قد تضاعفت، وهناك زيادة في انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري. إن زيادة المستوطنات البشرية أصبح أمرا واقعا، وبحلول عام 50 متوقع أن يزداد عدد المدن ليصل ل 2.5 مليون في كل منطقة، وهذا يتماشى مع الزيادة السكانية.
أيضا هناك استنزاف للعديد من الموارد وارتفاع لمستوى البحر وارتفاع في درجات الحرارة وكذلك زيادة في الظواهر الجوية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، وهذا يؤثر على البنية التحتية للمدن وسبل المعيشة الخاصة بالسكان، وهذا ما نناقشه عبر الأسبوعين الماضيين هنا في شرم الشيخ. إن التغير المناخي بالاشتراك مع العديد من الظواهر الأخرى التي شملت كوفيد-19 وكذلك أزمة رأس المال، كل هذه الأمور تمثل ضغوط كبيرة على المدن وعلى التجمعات السكانية الضعيفة. كنا دائما نقول هذا منذ سنوات، وهو أن المدن لا يمكن أن تتعامل مع الأزمات المناخية بمفردها، وبالتالي هناك إيمان أننا يجب أن نتعامل معا ونتحد لمواجهة هذه الظاهرة كظاهرة التغير المناخي والتحضر. هنا في COP27 نحتاج أن نطور أن يكون هناك حلول خاصة بالتغير المناخي تتماشى مع اتفاق باريس، وأنا مؤمنة أن هناك العديد من الوزارات التي سجلت في هذا الحدث وكذلك العدد من الحكومات التي تتعامل مع العمل المناخي، هذا اعتمادا على المساهمات المحددة وطنيا. ولكن ما نحتاج هنا هو أن يكون هناك عملا محليا، وهذا يتماشى مع موضوع الكوب. وكما قال السيد السكرتير العام، فإن التحالف الخاص بهيئة هابيتات تدعم الحكومات المحلية لكي تعمل بشكل أفضل في هذا الصدد، والقرارات المبنية على الأدلة أصبحت هناك حالة حاجة ملحة للوصول إليها، وكذلك أن يكون هناك التزام بالقرارات الخاصة بالهيئة الحكومية الخاصة بالتغير المناخي والوصول إلى عمل حضري يتماشى مع الإعدادات التي تقوم بها الهيئة الحكومية الخاصة بالتغير المناخي IPCC، وكذلك الاعتماد على الدعم الذي يتم تقديمه ووضع الأولويات. نحن نتطلع لكي نقابلكم مرة أخرى في اجتماع المياه 22 في نيويورك في عام 2023، والعمل الخاص بالأمم المتحدة يتعلق بقضية المياه، وهذا يتعامل مع المجتمعات وكذلك حاجة الصمود المرتبط بالتغير المناخي. نحتاج أن يكون هناك بنية أساسية أفضل وخدمات صحية أفضل، وأن يتم توجيه التمويل لتحقيق نوع من التوازن والعدالة في مدننا. عبر الشهور الستة السابقة قامت رئاسة COP27 بالتواصل مع هيئة هابيتات فيما يتعلق بقضية أصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية، وكذلك هيئة UNFCCC اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي قد أطلقت وكان لديها مزيد من 150 من التسجيلات التي تتعامل مع الصمود الخاص بالأجيال القادمة، وكذلك الشراكات التي يتم تقديمها لتحقيق مزيد من التقدم، وهذا أمر مهم جدا لتحقيق التكيف والتخفيف مع التغير المناخي. وفي النهاية أود أن أهنئ رئاسة COP27 ووزارة الإسكان من جمهورية مصر العربية على قيادة على هذه القيادة، وكذلك زملائي على تحقيق، وكذلك حكومة جمهورية مصر العربية لتنظيم هذا الاجتماع، ونشكركم جميعا على دعوتي هنا لكي أكون معكم، ونحن نتطلع للاستمرار في هذه المراجعات حتى نصل إلى اجتماع هابيتات القادم في عام 2023 في اجتماع ومؤتمر المياه، وبالتالي نلتقي مرة أخرى عام 2024 في القاهرة ونعلن الأعمال الخاصة بتوطين وإنفاذ القضايا الخاصة بالتغير المناخي، وسنستمر في مؤتمرات الكوب كل عام ونحاول أن تفعيل جميع القرارات التي يتم اتخاذها وانعكاستها وكل ما نتج عن COP27، وشكرا جزيلا.
شكرا سيدة ميمونة. والمتحدث التالي هو السفير أيمن ثروت من رئاسة كوب 27 من جمهورية مصر العربية. سيادة السفير صباح الخير. صباح الخير حضرات السادة والسيدات، يسعدني أن أكون معكم هنا اليوم، وهذا يتوج عمل دؤوب لمدة ما يقرب من 9 أشهر. وفقط أود أن أقول لكم كيف وصلنا إلى هذه الورقة التي بين أيديكم. هذا نتاج عمل 9 أشهر، واستغرق الأمر الكثير من الجهد والوقت. وأود أن أقول لكم أن هذا ليس هو المنتج الخاص برئاسة كوبا، هذا هو العمل الذي قمتم به وتعريفكم للفجوات، وكذلك البناء الذي قمتم به على القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل هيئة مؤتمر الأمم المتحدة. وما نحاول أن نقوم به هو تعريف ما تم تعريفه من خلالكم. ونتوقع في الأيام التالية بعد الإطلاق الرسمي لنشاط هذا اليوم أن يكون هناك واحد أو أكثر من هذه العمليات التي نقوم بها. لدينا العديد من المجالات الخاصة بالبناء والإسكان، المياه الحضرية والانتقال واستهلاك المخلفات، وكذلك الطاقة الحضرية. وهذا أيضا مرتبط بالمبادرات التي تم إطلاقها بدءا من 9 نوفمبر. على سبيل المثال استهلاك النفايات، كان هناك مبادرة تساوي 50% 50%، وهي مبادرة تم إطلاقها وتستهدف بعض الأهداف الفرعية لأهداف التنمية المستدامة. وأيضا التحرك الحضري هنا يتعامل مع جودة المياه، وهذا أيضا كما تم طرحه في كوب 27. وشكرا للدكتورة ميمونة حول تناول قضية المراجعة التي سيتم القيام بها تحت مظلة الأمم المتحدة في عام 2023. إذن هذا عمل جماعي يهدف لجمع كل الأطراف والتأكد من أن أهداف التنمية المستدامة يتم تحقيقها. فيما يتعلق بالبناء والإسكان، الأمور الموجودة هنا تستكمل العمل الذي تم في جلاسكو قبل ذلك، والآن نحن نتحرك خطوة بخطوة إلى الأمام نحو التحرك الحضري. وكذلك سوف نشهد إطلاق مبادرة لوتس والتي تركز على الانتقال الحضري فيما يتعلق بالتصميم والتخطيط، وهذا سيكون أمر أكثر تحديدا حيث أننا نقوم بالبناء على ما تم الوصول إليه في جلاسكو في كوب 26. وأقول لكم أننا نكمل هذا العمل، وهذا في الحقيقة مرة أخرى استنفذ منا الكثير من الجهد، وسنحتاج أيضا المزيد من الجهد إنفاذ ما تم في ذكره في هذه الورقة. أشكر هيئة يو إن هابيتات على دعمها، وأيضا أشكركم على هذه الوثيقة، وأحاول أن يكون هناك المجتمع المدني وكل أصحاب المصلحة الذين تم التعامل معهم في عمليات مختلفة في محاولة أن نجمع كل الأطراف، وكذلك كنا نقوم بالدفع بالعمليات قدما للأمام. وأتمنى لكم أن تتعاملوا وتفهموا ما كانت تهدف إليه الرئاسة. إن إطلاق هذه المبادرة بشكل جزئي كان في 9 سبتمبر، وكان هناك عددا من الدول المشتركة في هذا الأمر، وأيضا كان هناك دعما من دول أخرى، وكانت تحاول تحقيق المزيد من الزخم. وأود أن أتوقف هنا وأشكركم جزيلا، ونحن سنستمر في العمل معا، ونتمنى أن يكون هناك المزيد من المباحثات الثنائية التي ستؤدي إلى اتخاذ قرارات نهائية تشمل البحث الذي يتم في نهاية كوب 27. وشكرا جزيلا على هذا.
شكرا معالي السفير، وأشكركم كل السادة المتحدثين. فالآن نستمع إلى المجموعة الخاصة UNIPCC الهيئة الحكومية الخاصة بالتغير المناخي. Can you hear me now? Great. هل تسمعونني الآن؟ ممتاز. صباح الخير للجميع، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي منحتها إياه للتحدث إليكم بنيابة عن مجتمع العلوم وشركاؤنا من الحكومات المحلية ومجتمع الأعمال. اسمي ديبا روبرتس، وأنا مدربة للمجموعة الخاصة بالهيئة الحكومية الخاصة بالتغير المناخي، وأنا أيضا أنا مسؤولة حكومية في ديربن في جنوب أفريقيا. ونحن نتحدث هنا عن التقارير الخاصة بالهيئة الحكومية الخاصة بالتغير المناخي، ولقد سمعت الكثير من التقارير الرسمية وحول الكثير من الاجتماعات، وسمعت الكثير من المناقشات. ومع التركيز على أهمية العلوم باعتبارها أحد المصادر الهامة لتوفير المعلومات الخاصة بالعمل والتنفيذ المناخي، فإننا يجب أن نركز على هذا الأمر. أستطيع أن أقول لكم كشخص مهتم بالعلوم وكعالم، فإن التقرير الخاص بهيئة IPCC يهتم بالعمليات المطلوبة لكي يتم تفعيل العمل الذي يقوم به العلم داخل المجتمعات، وهذا يمكن تحقيقه إذا ما تم التواصل مع العلم بشكل محلي ومن خلال عمل محلي، وأن يكون هناك عمل خاص بالمدن وبالمجتمعات المحلية. وهذا يخص من يتعاملون مع المدن ومع التغير المناخي في عام 2022. ولكي نسمح بهذا التدفق الخاص بالمعلومات من هيئة IPCC فيما يتعلق بالمدن حول العالم، فإن كان هناك حاجة للعديد من العمليات وتجميع أكثر من 50 مدينة، وأن يكون هناك العديد من المتعاملين، وكان هناك أيضا العديد حوالي 60 من العاملين في هذا الأمر ومن المدربين. وكنا نعمل على بناء القدرات ولبناء مجموعة من التقارير الخاصة بIPCC، وهذه هي المرة الأولى التي نصل بها للوصول إلى حوار، وهذا يتماشى مع قضية التغير المناخي والتقارير التي تم إصدارها، وهذا مرتبط بالعمل الذي يتم في كل أنحاء العالم. نحن نلقي الضوء على الرسائل المهمة التي تعمل عليها مجموعة العمل الخاصة بالهيئة الحكومية الخاصة بالتغير المناخي. نحن نقدم مدى واسع للعمل المناخي، وكذلك التعامل مع التخفيف والتكيف وكل ما يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عادل. ولكن هذه الفرص تتطلب أن يكون هناك استجابة من المجتمعات دون استثناء لأي قرية أو مدينة، وليس هناك أعذار لأي طرف من الأطراف. يجب أن يكون هناك تعاون بين العلم والسياسة والممارسة لكي يكون هناك سياق من العمل الخاص بتعريف البيانات والمعلومات وتحقيق المتطلبات كل المجتمعات فيما يتعلق بعمل مناخي تحولي. وكذلك ما سمعناه اليوم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي يتطلب عملا خاص بالمدن، عملا دولي، ولكن الطبيعة تقدم لنا العديد من القدرات الخاصة بإمكانية الوصول للمزيد من التخفيف والتكيف. وأخيرا المجتمعات المهمشة مثل المرأة يجب أن يتم إدراجهم في العمليات الخاصة بمواجهة التحديات وإيجاد الحلول. والأمر الأكثر أهميا هو أننا مرة أخرى المدن والتجمعات الحضرية لا يمكن أن تعمل بمفردها. صانع السياسات يجب أن يتعاونوا مع كل الفرص المتاحة، وأعني هنا الحكومات والأعمال، وهناك المنصات العلمية المرتبطة
وجود أعضاء ممثلين للحكومات وكذلك العلماء، وهذا يهدف إلى خلق حلول تتماشى مع الأزمة المناخية والوصول إلى الحلول المرتبطة بالعمل المناخي وبصفة خاصة على المستوى المحلي. نحن نسعى للوصول إلى الحلول والاستراتيجيات الخاصة بهذا التحول وتنمية الاستثمارات بين كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية. نحن نجمع الوزراء جميعا ونحاول أن نحقق نوع من التعاون، وهذا أمر هام جدا لصانع السياسات الحضرية، ولدي تقرير مهم حول هذا الأمر حيث أننا نشترك مع الحكومات المحلية. واليوم لدينا الدعم الذي تلقيناه من حكومة ألمانيا، ولكن هذه المبادرة تحاول أن توجد العلم على المستوى المحلي وأن يكون هناك تركيز على الملخصات المختلفة وأن يكون هناك تنفيذ للمبادئ المختلفة بناء على البحث العلمي والأدلة العلمية. وهنا نسعى أيضا أن يكون هناك التمويل المناسب، ولدينا المبادرة الخاصة بصانع السياسات وكذلك الحكومات الفردية التي تسعى إلى تسهيل الحوار المرتبط بالعلم والمناطق والمدن الحضرية، ونحاول أن نستمر في هذا العمل والتخطيط للخطوات المستقبلية. وشكرا جزيلا. شكرا على هذه الحديث من هيئة الحكومية الخاصة بالدولة المناخية. ننتقل الآن إلى الشق المرتبط بالسادة الوزراء. حضرة السادة، لدي أربع وزراء سيتحدثون، اسمحوا لي أن أدعوهم جميعا إلى أن يرفعوا أيديهم إذا ما كانوا يودون في الحديث، وستستطيعون الحصول على الميكروفون. الدولة الأولى التي طلبت الحديث هي الولايات المتحدة الأمريكية، تفضلوا، المجال لك. شكرا جزيلا. اسمي تانيا تريهيو، أنا مساعدة الوزيرة الخاصة بالمناطق الحضرية ونيابة عن الولايات المتحدة، وأمثل القطاع الداخلي وقطاع الإسكان والتنمية المحلية. أشكركم جزيلا على استضافتنا هنا في كوب 27، ونشكركم على الكلمات الافتتاحية من هيئة المستوطنات البشرية UN Habitat. يسعدني أن أكون معكم هنا في هذا الاجتماع الوزاري الهام. هذا الاجتماع الوزاري يقدم لنا فرصة لكي نركز على الدور المهم الذي تلعبها المجتمعات في مكافحة التغير المناخي، وتحت قيادة الرئيس بايدن فإن الولايات المتحدة لديها أولوية تنمية المجتمعات المحلية، وأن يكون هناك صمود مرتبط بالتغير المناخي والبنية التحتية، وتحديد الدور الذي تلعبه المجتمعات في تحقيق الانتقال المناسب. هذا الاجتماع يأتي ومجتمعاتنا وأوطاننا والعالم يستمر في التعافي من كوفيد-19 وجائحته، حيث أننا نعالج نقاط الضعف التي أظهرها هذه الجائحة، ونحاول أن يكون لدينا تعويض للخسارة الكبيرة التي حدثت. نحن نلتقي في ظل الحرب الغير مبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وكذلك تدمير البيئة الحضرية في أوكرانيا، ويشمل هذا مصادر الطاقة والمياه والوحدات السكانية الخاصة بالمدنيين الأوكرانيين. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائنا مساعدة مخططي المجتمعات الحضرية في أوكرانيا لتحقيق نوع من الصمود الحضري والمناخي. والولايات المتحدة اتخذت خطوات جريئة لحماية المناخ عبر الأعوام الماضية. لدينا تشريعات تسمح لنا ب
ترقية وزيادة قدرة على مواجهة الأزمات وتنمية المجتمعات بشكل أكثر وفعال. علاوة على ذلك، فإننا في الولايات المتحدة فإننا نضمن توفير مناخ يساعد على توفير الوظائف وبصفة خاصة لمن هم في حاجة إلى المساعدة، ويشمل ذلك الفئات والمجتمعات المهمشة. علاوة على ذلك، فإن لدينا العمل الذي يتم على المستوى المحلي، وأيضا نرحب بالفرص للمساعدة على المستوى الدولي في العمل الخاص بالتغير المناخي على مستوى الأمم المتحدة. ولدينا المبادرة الخاصة بحكومة الولايات المتحدة التي تم إطلاقها في الأسبوع الماضي. هذه المبادرة سوف تساعد الدول والأقاليم أن تطور وأن تصل إلى الأهداف الخاصة بصفر انبعاثات، وأن تحقق خريطة الطريق الخاصة بهذا الأمر. وهذا أيضا يساعد الرواد في تقليل الانبعاثات على المستوى الوطني والدولي. ونريد أيضا أن نعرف طرق للتعاون لكي نوسع نطاق ونحدد المعايير الخاصة بتلك المبادرات التي يتم إطلاقها اليوم. نحاول أن نحقق نوعا من الصمود وبصفة خاصة للمناطق التي تواجه خطر كبير جراء التغير المناخي. وأيضا حكومة خبراء الولايات المتحدة يتطلعون لأن يروا هذه المبادرات مفعلة. ومنذ كوب 26 اتخذت الولايات المتحدة إجراءات جريئة والعديد من المعايير لتحقيق إسكان يتميز بالصمود وتحقيق منفعة في المرحلة الانتقالية إلى الطاقة الخضراء. الوكالة الأمريكية تشاركت لكي تضمن أن المجتمعات تحصل على المساعدة، وأن يكون هناك محطات كهرباء تتماشى مع التكنولوجيات الخاصة بإزالة الكربون. أيضا الرئيس بايدن قد أمن التزامته للقادة المحليين لتصميم إجراءات ومعايير تضع في أولويتها الأولى تقليل الانبعاثات، وأيضا أن تكون هناك قدرة للوصول على الطاقة بسعر مناسب والصحة كذلك. الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق العدالة والشمول حتى يكون هناك مستقبل أخضر للمجتمع العالمي. وأشكركم جزيلا، شكرا على إتاحة الفرصة لي. شكرا جزيلا. المتحدث التالي من رواندا، وأسمحوا لي أن أذكركم أن تحاولوا أن تلتزموا بدقيقتين. رواندا، تفضل، المجال لك. شكرا جزيلا. وزيرنا سوف يكون في الحجرة خلال 4 دقائق، فيمكن أن أؤجل حديثي إلى أن يصل. المتحدث التالي سوف يكون من سلوفينيا، تفضلوا، المايك معك. شكرا. السادة المضيفين، حضرات السادة والسيدات، يسعدني أن أخاطبكم في هذا الاجتماع حول المدن والتجمعات الحضرية وأن نتحدث عن التغير المناخي. دعوني أولا أشكر مصر على استضافة هذا الاجتماع الذي يحدد قضية المدن وأهميتها للتعامل مع التنمية المستدامة. سلوفينيا دولة صغيرة ومدننا تعتبر أيضا مدن صغيرة، ونحن نسعى لتحقيق إسكان نموذجي لسكاننا. بلادنا تعرف أنها بلاد خضراء، ونراعي المعايير البيئية، ونحن نعالج التغير المناخي المرتبط التحديات المرتبطة به. وعبر السنوات الماضية كنا نواجه العديد من الفيضانات، وأيضا في هذا العام تعرضت المناطق الساحلية والعديد من المناطق إلى الجفاف وندرة الماء. ونتعامل مع قضية المدن، وتحت رئاسة الاتحاد الأوروبي كان هناك اتفاق حول الاستمرار في تقوية التعاون متعدد الأطراف المرتبط بالاتحاد الأوروبي، ولدينا شراكات بين المدن المختلفة، وكذلك يشمل ذلك المدن وأصحاب المصلحة المختلفين. ونسعى لتحقيق علاقات جيدة وتمويل ومعرفة أفضل.
إن خبرتنا الإيجابية تكمن في السماح للمدن. لدينا ثلاث مدن اشتركت في اتفاقية تقليل الانبعاثات واتفاقية المدن الزكية، وهذا يتوقع منه أن يتم من خلاله نقل المعرفة والخبرات للمدن الأخرى داخل بلادي. من وجهة نظري فإن القدرات أمر هام جدا، ومثل باقي المناطق في كل أنحاء العالم فإننا نواجه التغير المناخي، ويمكن أن نرى هذا من خلال الظواهر المناخية الشديدة، ويجب أن نهتم بقضية الإغترار وقضية المجتمع التجمعات البلدية ووجود مساحات خضراء. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن كل هذه الأفعال تتم بالتناغم مع هيئة المستوطنات البشرية، والحكومة السلوفينية تهدف لتحقيق العديد من الإجراءات لتحقيق كفاءة إدارة المياه في داخل المدن. وفي الأربع أعوام القادمة تم تخصيص 40 مليون يورو لمشروعات التنمية والإدارة الخاصة بالبنية التحتية. ودعوني أنهي بما يلي: منذ حيث أن التغير المناخي جزء من حياتنا اليومية، فإننا لدينا اهتمام بالعمل في الوقت المناسب لمعالجة القضايا على مستوى عالمي. وشكراً.